يا اهلا وسهلا، حياك الله عزيزي المشاهد. من هذا المنبر اعلن انضمامي الى فريق فالكونز. اسال الله ان يجعل بدايه خير يا رب العالمين. انا جدا متحمس يا جماعه الخير، والله العظيم مره متحمس، وابشر ان شاء الله بحرق المقاطع والسلاسل الجديده والمقاطع الجديده، وراح اعوضكم على القطعه اللي راحت باذن الله مع فالكونز. والله يعينهم، لازم طبعا اعضاء فالكونز يطلع لهم اسماء جديده وزي كذا، ولازم يتعودون علي يعني ان شاء الله. ولا تحرموني من دعائكم يا بعد قلبي وروحي انتم، والله اني مره احتاج دعمكم. وابشروا بالخير وابشروا بالخير، ما ادري اروح عليكم يا جماعه الخير، خليكم على المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مجلس رايد 6. ولكن اليوم الحالي حاب أفضفض لكم وأسولف لكم وأعلمكم وأنبهكم وأخليكم يعني تفهمون. ممتاز ممتاز. بنتكلم عن إعلان فالكونز يا جماعة الخير اللي الكثير فهمه خطأ. والله العظيم يا جماعة الخير لو أدري إنه الإعلان بينفهم زي كذا وبتصير الحرب وتقبع الدنيا كذا فوق تحت، والله ما صورته ولا نزلت هذا الإعلان. هل تتوقعون انه انا ابقلب يوم وليله على اخوياي اللي عشت معهم سنتين؟ تتوقعون؟ مستحيل مستحيل. وفي ناس فاهمه انه اوه رايد دخل فالكونز خلاص ما راح يطلع مع عيال اخوياي بيتركونا اعضاء باور صناع المحتوى الحال ورايد الحال. لا يبا لا، احنا بوقت الاعلان كان عندي العيال احمد والشباب. في ناس قلبت علي، في ناس سبتني قذفت دعت علي، والله العظيم انكم بحل واني مسامح الجميع قسما والله ويشهد على ما اقول اني مسامحكم كلكم يا جماعه الخير. لكن اللي مزعلني شيء واحد، انه في ناس قاعدين يتخانقون بينهم، الجمهور يتخانقون بينهم، هذا اللي مزعلني والله العظيم. ادري يا جماعه الخير انكم مو متعودين من حالي، متعود معاي ابو شايع صراحه من الدور. وافتح للدنيا بعيني الله يحييك. رايد ايش فيك يا اخي؟ تغيرت علينا الله يهديك. ترى الناس فاهم انه اوه رايد دخل فالكونز خلاص. لا ما يصير يا جماعه، لا تكلمونا كلمه كلمه فالكونز. انت مع مين؟ طابور. والله العظيم في ناس زي كذا يفكرون غلط. لا يا جماعه عزيزي المشاهد غلط والله العظيم. مشايد لا فقدناه يا اخي، بس مستانسين. كان هنا يصب شاي، الله كان يصب لك شاي هنا. والله الحمد لله الحمد لله. بعلمكم يا جماعه الخير الحبه الحمراء والخضراء ما يصير. حياك الله. لا ما في حياك الله. أولا مفروض أن المقطع ينزل مع الإعلام ما تتأخر فيه في الطريق. صادق والله ما صادق. الناس أشياء تسمع منها. أيوة. أنا ما راح أدخل في النقاش ولا أطول، بقول شيء عزيزي المشاهد وبنهي. استمتع بالشوف باليوتيوب، اترك التعذيبات واترك الشغل هذا، هذا شغل مبزرة. إذا شفت الناس تجيك وتقول حبة ما يعرف إيش فلان هذا عرف نقول اتركه. صح. خلاصة الكلام إحنا الآن عندنا وظيفة. ان الشخص اللي قاعد يطلعنا ينبسط. اي والله. طيب احمد، الناس الحين يقول ليش الحبه الحمراء يوم اخذتها انت يا رايد؟ طيب الجمهور، في ناس كثير ما يعرفون فيلم ماتريكس. والله هو فيلم صح؟ ايه والله يقولون فيلم. هذا عتب. طيب لا تاخذ الكلام هذا، وقف يا استاذ وقف. صوت لا تشقه. اترك السقه، لا نطول الكلام الله يرحم والديكم. اعطيهم الشيء اللي هم يبغونه. صادق. ترى اللايك اذا اعطيتوه يطلع لكم قلوب على وجيهنا. جرب وجرب حط لايك. ها شوف يلا. يا سلام. مراد دقيق وش يعني؟ انتم اخواني. باور كلان فالكون باور، احنا نبقى اخوان صح ولا لا؟ ماشي. طيب انتم قاعدين تشوفون سمعتوا انه داخل معهم جديد، لا تلمون باصرارنا. شو؟ انه رايد ما ينزل مقاطع. لا لا رايد انا عن عندي عندي رايد 6 شهور 4 مقاطع طبيعي يعني. لا 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 احمد كان جنب غرفتي. انا والله بقول الصدق، انا بقول الصدق الصراحه. اول شيء لسانه طويل الله يعين حقه، بيطلع على كل واحد عيره يمكن يتغير اسمه اليوتيوب. جبهه دبل عرفت دبل بتصير. رقم 2 متنمر شبه. متنمر كبير لا كل واحد له اسم. اذا منت معاه بيتغير اسمه في اليوتيوب، بيتغير اسمه زي شوف ابو خالد ما ندي مودي ندي ابو دن معروف. هذا الاشياء بتتغير، لا تطلبون منه. يلا والله انك طيب. انا حبيب بس والله انه مزلو. ليه؟ دخراني شوف عيارات كذا. ليلي اول كلمه ظرم اسمي ظرم. يلا طيب يا جماعه الخير خلونا نبدا بالسوالف، ندخل باشياء يعني جديدة. اول شيء علمنا رايك شيء وشعورك. وشو؟ بنقله جديده نوع جديد. اي والله الله اول شيء ان الله يجعل بدايه خير. الله يكتب اللي فيه. اي والله تقلب عليه يا اخي. هو طبيعي ابو خالد ممثل لاعب كوره يوتيوب. دقيقه وين مثل؟ اسمعني شباب طيب لا تسوي اسمع والله في شيء يمكن احلى مسلسل بالدنيا. هذول يدرون لكن الجمهور يمكن اقسم بالله نصهم ما يدرون. لعيب كوره. اي يلعب لاعب يخوف والله انه يخوف اقسم بالله انه يخوف. قبل الان في لمسات ووو. طيب علموني اذا في اكاديميات يا انا والله صورت بسنابي قبل تقريبا اسبوع
وجوني اكاديميات الرياض كلهم بس اكثر بعيد عني من يوقع معك. لا والله اني فكرتي انك تلعب مع اكاديميه ضدي وانا مع الاكاديميه اللي ضدك ونصور مقطع يوتيوب. ترى هذا مقطعي مساله اي واحد يوتيوبر يسرق الفكره بصور سناب بقول الله لا يوفقك السناب. بعد مكلموني قال اخذنا لك ملعب اكاديميه بكلم ساعد عظم ساعد بكسر النظاره واحك اللامبورجيني حقتك عظم. طيب شيخ نايف انت ما تلعب كوره مالك بالكوره تستهبل حبيبي متى لا 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 والله ما تدري والله اقسم بالله ما تدري دفاع ركز لا وين دفاع لا وين دفاع صادق انت هجوم ايام زمان تسع سنوات ايام الثمامة كنا نلعب ما تلعب لا ركز معي والله اني كنت العب زمان زمان قبل طبعا ما اتحول ايرن كنت العب راس حربة الحين وين العب محور رجال تعد دخل الدفاع انا داعي رجال بسيط ما تعرض من هنا كل الفريق يتوجه حتى من الاحتياط ابدلهم يمين يسار انا دائره طيب العب ضدي ونشوف اللعبي ممتاز ركز معي وش دائره لعبنا ذاك اليوم برش دائره قدام الدائره لعبنا برش جت الكره فودي تبدبل جاء وراي مودي بغي اسمع طيب خلني اقول لكم شيء انا الفتره هذه يمكن ما ادري يمكن مودي شوي بس ما اتوقع انه كثري بديت طبيت بالتيك توك بثوث يا عيال اقسم بالله فلوس وات الله فيها خير فيها خير يلا فلوس طلع لهم كم الدخل في البث الواحد والله احمد هذا مو مقطع التحدي عادي عادي ايش عفوي اي عفوا صح والله لا اقول كاني سالت كم اعلى بث طلعت فيه طبعا بثوثي ما تتعدى 40 دقيقه بالكثير 50 دقيقه اكثر بث طلعت يعني طلعت فيه 50 دقيقه اي 50 دقيقه تقريبا 1800 دولار بالساعة أقل من ساعة أقل من ساعة والله العظيم دولار دولار كم هذه تساوي؟ 4500 خمسة إلا طب ركزوا معي هذه يمكن جاني بس ثلاثة سود ومدري رايد بس الشيء اللي ما يدري هي ولا تويتش تيك توك بالراحة والله أقسم بالله إن التيك توك بالراحة عشان كذا في ناس كثير يقول يا أخي حرام عليك رايد ما تبث بتويتش ليه تصعب علينا؟ شفت الخير والفلوس كله وجهي معجون بس رائد رائد في شيء ما يعرفونه ترى بثوث رائد من ناحيه بثوث تيك توك يعني بثوث اخويا ربعه ذا ما بفضل من الله سبحانه وتعالى دخل التيك توك ما زل اي لا ما اي سيده قاعد يدقني بالكلام اول ما بثيت تيك توك اي لا بالغلط والله بالغلط وطلعت ترند وما ادري لانك داري انه حزام من عندي وصوت من هذا اي والله لا والله لاني عارف انا عارف اني انا والله اني عاقل والله مره كنا بالش اسمه بلويس فيتون رايحين يشيلون الاغنيه شو اسمها لويس فيتون انت شاري شنطه ب 14000 ما شارك مو بصحيح اسمع اسمع انت شاري شنطه ب 14000 اعترف الان مو بصحيح مو بصحيح انا ترى صح والله لا طلع شاري سيجاره ورب الكعبه مو موضوعنا الموضوع ايوه اقسم بالله انا ما راح اسكت خاصه لحمه ليه هاي صوتك انا العيد مبلغ انا خليتني اقول زي الاو طيب الان بنحجر بعض اول شيء نايف تبارك الرحمن اشترى شنطه صفر ب 14000 ليش ب 14000 عشان نحت اسمه بس نح ان غير صحيح غير صحيح والله العظيم بس بخشب انا في الشرك ولا شيء ولا شيء ركز معي ما اعد انا اعرف عنها شيء مصور لي والله انه مصور لي بالواد ثوب يا اغلى شيء والله انه مصور لي انا بيخلص انا بيخلص انا والله بيخلص والله وش اغلى شيء اشتريته احمد ثوبي لا لا غير الثوب سياره لا لا ما نبي سياره من الاكسسوارات ايش ساعه تكرم جسمه ويكرمون السامعين جيب لي ماركتها جيب لي ماركتها تاخذ هذه بسته انا شاريها مع ذي انا شاري انا وياه واحد وريهم الساعه والله انا ساعه اي كلام والله والله انها بسته لون جنيس لون جنيس هذا ما عاد معروف والله يا رجال لون جنيس هذا وش جاري لون جن اعرفها ركزوا معي عيال انا اعرف احمد مرعبه شواته لا لا في اشياء في اشياء مشتريها غاليه مره ايوه زين في اشياء غاليه بس انا ناسي ما في والله يا عيال اني ما ساعه صح فوق 20000 اقسم بالله ما عمري والله ما عندي في اغراض غالي كثير والله ما عندي فيها في جزمه في جزمه قد شراها تقريبا باربعه على كيف امي ما جت قده اعطاها اعطاها شو اسمه لا مو انا والله مو انا كان في جزمه هديتها الفيرفول هاي شاريها له لكن لي ما في وقف 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 القلم هذا هدية منه قلم لامبورجيني اهدي والله اهدي والله ان القلم يا جماعة منه والله انه منه بس ما اخذ لي انا ما معي لامبورجيني طيب انت ما تدري انت شريته انت ما تدري شفت العلم اللي فوق شفت هذا وشو هذا موتر كلي برا لا حبيبي الجراند موتر جراند اللي برا كلمه سر على موتر موتر انت موتر يا جماعة قسما بالله ان دي حقة المفتاح اللي ترفعه فوق عشان تضغط الزر حقة اللامبورجيني
اهدا لي ابو شايب والله تستاهل يا ابو خالد والله ما ادري كم قيمته والله دامك محافظ عليه الحين والله نعم اقول لك شيء وانا بعد والله غالي والله كرتيه غريب يا اخي والله ما شريت طيب احمد والله نقفل الموضوع بعد هذه الله يكرمكم ويكرم السامعين لا لا الجزمه لا الجزمه اللي جايه على كذا ما شرى شيء اي ما اشتري انا ادفع ما شرى شيء يا اخوان ادفع والخاتم ده من فلفل والقلم اللي هي الثوب من الخيام هذه من الكارتير والله انا من ابراهيم والثوب اللي ذهبي هذا اللي فينا الان قسما بالله انا مو شرابي ان الثوب وش ولا دقيقه صار في كثير بعيوني اصبر تعالك يا اخي اهم شيء السيارة. بند الوسيا وزع والله وزع بس الوسيا طيب والله اني وزع خلاص احمد فقير ولا ايش الاشياء كم ضبط غرفتك؟ اي غرفه حقتك الموجوده بالفيلا كم دفعت فيها؟ هذا استثمار على نفسي يا رايد كل شيء له حل طيب حلنا نستثمر على نفسنا كم؟ 100,000 بس 100,000 100,000 تغير اذني 100,000 تغير اذني رب الكعبه لان فيها يا حبيبي هذا استثمار يا ابني الجهاز الحالة ب20 غالي جهاز وشو؟ الأجهزة اللي عندي تبارك الله اللهم زد وبارك الله يزيدكم صدق والله فأما بنعمة ربك فحد يعني علم الناس لا تغير بس ما راح تفوز عليه انه ما راح تفوز بس انا فقير إيه؟ الكل يدري اني انا فقير افوز على مين؟ لا ما راح تفوز بالفلوس ما راح لا ما افوز انا اللهم لك الحمد يا سلام انت خلاص انت فين؟ ايوه طيب الكل يعترف الكل يعترف يا جماعه لازم نعترف انه عشان الناس تعطيني دونيشنات انا افقر واحد انت ما يخالف ما اختلفنا رقم 2 معك رقم 3 انا الفل 4 احمد ايش وقف هنا ستوب انا ما ادري ايش قاعد يقول بس ستوب بس الليفل عالي انت اعلى ليفل بيننا لا 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 احمد اعلى ليفل خلينا ندق على ابوه لا 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 وري امره تعال تعال هل تعلمون انه يملك شركه ما املك املك شيء الوالد احلف ترى ما عندي مشكله لا 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 بدون بقيمة لا بدون قيمة شعور زك والله يا اخوان بدون ولا شيء صل على محمد ما دريته امطار يوم اليوم امطار خلينا امطار خير بقيمة لا لا بدون اللي ماسكه هو من غير يعني الوالد لا ما ماسك شيء يملك شركة مدير العام ما املك يا رجل قيمتها ما راح اعلم القيمة عشان ما تخافون انتم عشان ما تخافون يا جار فوق 20 مليون ريال تبارك الله ما شاء الله ايه بس ما شاء الله من الاخير من الاخير اضربه بخمسه ايوه اضرب هذا بخمسه اضرب هو بخمسه اضرب ذا بخمسه والله المشكله ان اخوياي اغنياء انا بينهم عرفتوا المهرج اللي بين العسكر لا تسوي مهرج معاه ايش تبي؟ والله عندك شقه بمليون عندك شقه بمليون واحد مليون انت نفسي مصغرني انت نفسي اطلع صوتك يا رايح مني بنفسي يلا يا عيال خلاص الحين اقسم بالله الان خلاص غير الموضوع والله غير الموضوع انا ادري مستمتعين مستمتعين يحبون فضايح ترى يحبون غير خليني اقول لهم انك انك متزوج اعلمهم عادي لا ما تدرون ما دريت صح والله انا توي اكتشف انا اعرف رايد من 9 سنين توي ادري ولده مؤيد عمره 3 سنين والله مؤيد ليه زلمه سمي مؤيد يا ام القاع هل تقالوا اني متزوج بنت اسمعهم بهالحزه ما مستحيل والله مستحيل الله يا ربي انا ما ادري والله اني ما ادري الله يرزقك كل ما حلقه نفس الموضوع زواج الله يجعلك يا رب انا ما ادري من انت لكن الله يجعلك ان شاء الله توفقين وان شاء الله انت سعيده حظ والله لاني انا والله انك على اجر والله انت على اجر والله تحمد ربك انك تزوج رايد والله انا على اجر والله والله انا ما ادري تخيل سلي كنت افرح رايد مش واحد بضحك رايد مش واحد والله بدي اوريهم المقطع اللي عندي مصور مقطع تشوف ايش في العقود فكر العشر سنوات قدامكم مصور مقطع احمد وني لا بوريه عيالك ايش المقطع لا لا احمد لا هنا هنا نبدا نطلع الجوال والله بطلع جوالات احمد لا احمد لا عزيزي المشاهد بذمتك ورني لا والله بيني وبينك والله بيني وبينك بالله طالب والله بوريه مؤيد والله وسوزان هجوم العمالقة هزا العملاق مو الطويل الثاني اللي يركب كذا يا تلمي شوف لعبة الجوال ما حد يفوز علي والله رايد ركز معي لكن بقول لك شيء واحد بس الصوت مضمض بعطيك اقسم بالله ايه روح الحمام يا عشان روح الحمام والله لازم روح الحمام كيف اللي بروح الحمام بوجهك ثواني سكر الباب رايد يا اخي سكر الباب الثاني تكفى ابو شاري عند البطبخ هذا سكره
آه تكفى يا الله. يا أخي في مقطع عند رائد ودي أشيله من زمان مصوره لي. لا وقف زعل شيك. ضيق صدري. شايل هم عيالي بيشوفون مقطع. استهبل والله المقطع إنك أتاك أون تايتن. تخيلوا يعني معاي في بوا وطلع راح الفالكون هل إني بزعل عنه؟ لا يا حبيبي. قبل كنت كنا بس. أنت رفيقي وأخوي كان بأسمر وأنا كنت رئيس أسمر وطلع من أسمر هل إني بزعل؟ يا أبوي راح الله يوفقك شوف رزقك. صح. أبزعل منه لا يا أبوي. صح. يعني الفكرة وش اللي بس ودهم يفهمون يا جماعة مثل يا أخوان أنك تتعرف على أخوياك تقعد معهم وتعاشرهم سنين كل واحد منهم موظف قطاع هل هذا يأثر على على علاقتك أبدا موظفين كل واحد موظف بقطاع مختلف شيء حتى لو كان أنه مثلا بين القطاعات هذه تنافس هذا بالعكس هذا يعزز من العمل والجهد اللي يبذل زين صح. لكن أبدا ما يأثر بالخوة بالصداقة اللي بين سواء صناع المحتوى صح. أو أخويانا كلهم اللي ما يغير نهائيا نهائي لا طيب عيال كلنا نتابع بالسوشيال ميديا صح؟ كل واحد يذكر أفضل طبعا من غيرنا حنا أفضل صانعين محتوى صانعين أو ثلاثة بالسناب باليوتيوب يعني تستمتع إذا شفتهم نبدأ من عندك نايف نبدأ من عند الشباب هو خاص مودي ثلاثة تحب تتابعهم سواء باليوتيوب بالسناب تيك توكر يعني تستمتع بأي مكان يا أخي بأي مكان المشكلة أني ما أتابع والله والله ما في يعني ما في اسم لو قديم ما اتابع يا اخي اسم قديم عندك اللي يضحكني يعني يضحك كنت استمتع خال فهد العرادي ما ادري العرادة هذا بالسناب هذا خاله اي في سناب غيره باليوتيوب تيك توك انستغرام اي شيء يا اخي ما اتابع والله 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 ما اتابع الانستغرام حقي اقول لك شيء معلق الفولو حقي لي تقريبا 3 شهور والله. اذا عطيت احد فولو الحين ما حد اذا شلت الفولو ما يمديك تعطيني فولو والله اي والله من 3 شهور ما ادري ايش السالفه ما اتابع ولا ادخل ولا اي في اليوتيوب ايوه اخويا انا بس اخويا انا يعني من غير اخويا انا السفلة ذا ارحب اخوان علي بالحرام انك تتعب على المحتوى حقي ابشر بي هذا هي انا اسمه والله حسين الاموغنس حقي ابشر بي والله الاموغنس عندك فور تو عندك راسي يا اخي شخص يتعب بس انه سفلة لا لا سفلة عندك انت اتابعك قبل في السناب تذكر 2017 ايش قلت لك انت اللي بعد يعني طبعا ولا سمعت لي قصه يا حيوان والقص خلف الوريد ماشي عنده مش بس والله اخويا بس ما تابع الا اخويا والله انا عندي صراحه يعني طبعا يعني لو افكر ممكن يطلعون كذا واحد لكن اللي انا احبهم بالسناب ابو حصه جروب ابو حصه مو طبيعي ابو عجيب وابو حصه ابو عجيب مو طبيعي هذول صرت استمتعت مو عشانهم حمية من شمامنا لا والله لا 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 سفر استمتع فعلا والله تفهم بس اني ناسيهم والله ايه ابو حصه برضو مين لا اله الا الله محمد رسول الله نايف حمدان استمتع استمتع فيه مره من بعد ثالث انا خاصه فوق سنه سناب اي انا بسناب في شيوخ بس ما اتكلم عن الشيوخ وزي كذا لا اتكلم عن المحتوى يعني طقطقه وضحك الثالث يا طويل العمر والسلامه مين يا قلبي دقيقه من الثالث نايف حمدان خوف يزعل علينا قل لي ليش يا اخي جينا ننام يا اخي ننام على القصص عادي يعني كذا اعتبر اني متابع ايوه تابع والله ان ننام على القصص يب. يعني ما اسمع ايش السالفه بس اني انام على القصه يجوز انا اقول لك واحد يرسل لي يقول انا عامل لك معاملة بنادول والله العظيم والله طيب يجوز اني انام على قصه ايه الثالث الثالث الشهري حق الطبخ مين ايه وجه حبيب كيف طبيخ ونعم. واحد كيف التيك توك والله انا تابع بالتيك توك هذول افضل ثلاثة والله عندي ونعم. احمد انا والله ما ماني مطلع متابع انا تعرف اللي ادخل اشوف فكرة مقطع ذا بس في واحد يعني انا عندي في التوب في القمة محمد عدنان والله بعد هذا خذ مني العبد اللطيف صادق عبد اللطيف هذا ما اعرف سيرات محمد العبد اللطيف ولا من لا محمد عدنان محمد العبد اللطيف هذا وهو رسميا هذا والله صادق تدري كم ممثل الرجال كم ممثل كم ممثل في روتانا شباب البومبو ونعم والله انه يستاهل لاعب كوره يقول النصر طلبوه والله انه طلبوه والله اي والله انه وقع معهم قبل هذا اللي مخسرهم الباقي والله غيره بس سناب ما تطلع كذا تشوف احد لا والله سناب من اكثر منصه صعب عليها انستغرام والسناب الصراحه والله اي والله ما في صراحه صدق اغلبهم يعني العيال ايه انا اي تقريبا العيال اي نقدر نمدحهم بس اخويانا اي ما ودي اني امدح اخويانا ولا اخويانا كلهم مستمتع مقاطعهم نايف والله شوف انا مو بس يعني اتفرج على الاشياء اللي تطلع لنا هنا حتى بعض الاشياء اللي تصير المشاكل اللي تصير برا وكذا اكثر واحد اتابع الان يطلع لي بكل مكان واحب اتابع ادور مقاطعه ما تعرفونه ولا لا اسمه اندرو تيت هذا من وين ذا اتابع بشكل مو طبيعي اجنبي اجنبي ايه وش محتواه شوف كل الاشياء اللي طالعه جديده هذا الوسخ اللي طالعه جديده هذا كله قاعد يرجعه الى درجه يرجعه للاساس يعني مثلا المثل
الخربط اللي تصير بالتعدد الاجناس والامور هذه كلها، لدرجه انه من كثر ما اثر بهذا الموضوع اسلم. والله اسلم ابو نظاره اللي اقرا واحد اقرا ابو نظاره اللي اسلم. هذه حلقه 6 هذه حلقه 6 من شباب اللوم. مستحيل مستحيل طبيعي ذا. ايش دقن ولا شنب ولا تفله؟ ايش والله انه دقن واصلع ويلبس نظاره في المقابلات ويخش بودكاست. شو اسمه؟ البرودكاست. إيه؟ ورب الكعبه. صح صح صح. هذا هو اللي اسلم. اي هذا هو هذا الامريكي. الامريكي اللي قلبوا عليه وسجنوا حتى. هذا من تذكر في جي 8 يوم ينتشر المقاطع ويصممون علينا؟ جبت الرجال صح؟ يعني ترى واحد بيصمم عليك. والله اجز والله ما بيصمم. صمموا كتكوت شباب عشان كتكوت بالله. لا تصمم علي، لا تصمم. طيب غير نايف هذا هذا رقم واحد عندي. الثاني اللي هو محمد عدنان. وين محمد عدنان؟ مو طبيعي حق الكوره. يعني عندي مشكله يعني. والله صدق حتى صورت مقطع مع فيصل ريجي في رمضان تثبت مودي موجود. يا عيال فيني فرط حركه مش طبيعي. الله حسبي الله يا جماعه. عدو ما اقدر اجلس ما شاء الله لا قوه الا بالله بدون ما احرك شيء. شفت مسبح لي امي معي انت مني بدايه المقطع كنت مكشخ عندي متابع ما اقدر لازم اتحرك. حتى اذا جالس على ستب حقي لاعب حقي مثلا شخصيتي فورتنايت ولا بكود ولا مقطع فيصل خرب. ترى تحرك مقطع فيصل خرب سبته. ما اقدر اجلس كذا ما اعرف انا لازم اشغل نفسي. لا هذا توتر ترى. اي انا لا مو توتر. ما اقول الجنكرات. لا 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 ما يدري ما يدري ما يدري. طبعا لاعب محترف اوفر واتش يا جماعه الخير. لاعب محترف جنكرات الارض رايد. وش الجنكر؟ هذا شخصيه باوفر واتش يا عيال. انا اتكلم هذا سؤال موجه لكم. هذا انت واحمد ولا يهون نايف لانه هم انتم الاخبر يعني اليوتيوب. ليش منصه اليوتيوب اقل اعلانات تجيها من المنصات الثانيه مع انه اليوتيوب اعلى مشاهدات؟ اجاوبك. خليني بقول لك شيء. السناب اغلب هذا بالسناب والتيك توك جيهم اعلانات زين 24 ساعه وينحذف الاعلان مع انه اليوتيوب اعلى مشاهدات ويجلس مدى العمر سنه سنتين ثلاث مدى العمر. بقول لك بقول لك ليش سناب توهم يضيفون الاعلان بعد السنابات. لا ما اتكلم عن هذا. اعلانات الشركات. السلام عليكم انت مودي يلا امسك فلوس اعلنني. والله ليش اقل شيء اليوتيوب؟ ما اليوتيوب هم مستفيدين. ذا مو معنى يعني نزل مقطع مليون بعد سنه يجي مليونين. يمكن سناب راعي سناب يعلن ب 1000 ويمكن ب 10000 ويمكن ب 15. بقول لك ممكن اليوتيوبر يعلن فوق مره ولا همه انه ينزل كل القناه. بالعكس هذا محتوى له يعني. اذا انا بنزل محتوى كامل بنزل جيم وبنزل واتعب على المحتوى حقي بعدين بضيف الاعلان اوكي. سنابي وش يروح يعني مثلا يحضر ويصور اعلان ويغطي يعني كرس يومه كامل لهذا الاعلان وانا ماني بخسران شيء. انا قاعد العب جيم وقاعد اسوي حاجات وانزل ادف الاعلان. فهمت؟ ما اقنعني. انا ما اقنع. فهمت الفكره؟ اقنعكم بالله. شفت اسلوب اقنع انت لا تكفى يا تكفى اول شيء طبعا اللي يحتاج اعلان اول شيء. السناب سلمك الله التاثير فيه اعلى. والسناب اذا جيت تصور سناباتك تستهدف شريحة عامة مو بزي اليوتيوب. اليوتيوب غالبا اذا انت بتنزل فيه محتويات غالبا بيكون جمهورك فئة معينة. اي فئة معينة وقريب من الجيمرز او اللاعبين او الناس هذولي. بس السناب غير تمام. وكتأثير تأثير السناب اقوى. شيء ثاني الشركات اذا جتك جتك عند السناب تعرف ان هذا البرنامج سهل مرة. شو سهل مرة؟ انا عندي اعلان كيف ابغى فعله او كيف ابغى المشاهد يدخل عليه؟ ايش يسوي المشاهد؟ ايش يسوي؟ يقول لي بالسناب. ايه يدخل السناب يرفع الشاشه بس فوق. مو نفس اليوتيوب ترى على طول. سناب اليوتيوب عندك شيء في الديسكربشن تحت لازم تقول لهم انزلوا تحت الديسكربشن. أيوه؟ يضغطون على اظهار المزيد ينزلون تحت يضغطون على الرابط ينقلهم على متصفح ثاني في حوسه شوي في 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 قلب برنامج سهل. فالسناب مره شيء سهل وشيء يومي. معلش الجوال بالاصبع سهل سهل يا اخي. وغير كذا اذا انت في السناب انت ما راح تصور جيمنج. انت جمهورك عام. فالشركات العامة كثيرة، شركة العطور، شركة المفارش، شركة المطاعم، شركة ذا. لكن في اليوتيوب مثلا أنا مثل يعني أحمد الشركات تستهدف الجمهور اللي عندي الخاص بالألعاب. فتجيني لعبة جوال، يجيني مطعم مثلا، يجيني وجبة جيمرز، يجيني شركة كراسي وسماعات. فانحصرت أكثر من ناحية الإعلانات مو زي السناب. فالسناب تشوف أكثر أكثر. غير ظهورك اليومي كثير مو زي اليوتيوب. اليوتيوب أنت تصور مقطع بأسبوع مقطع مقطعين مو زي السناب. السناب ظهورك كثير. الناس تشوفك بشكل مستمر. تطلع للشركات تطلع للعالم. فخلاص تعودوا عليك يبونك أنت. رايد كم من عشرة المقارنة بين اللي بينه؟ ما قدر يوصل. لا نفس الحكاية. أنا بقول لكم شيء يا جماعة. أنا حاسس فيها الآن لي 3 سنوات. وشو؟ بديت أحس فيه إحساس مرة قوي. رمضان ما يقعد. إيه. ما تلاحظون؟ والله يا إخوان ما يقعد. قسما بالله. يعني شيء عجيب والله.
تجي تخطط قبل رمضان، انا بختم القران مرتين، انا بصلي كل ما ادري وش، انا بزين، والله ما يمديك بسم الله تتحرك تتفرك الا 7 8 تمشي خطوتين 18 19 دخلت العشر خلصت العشر. صح والله رمضان يرك. من ايام رمضان اللي جانا وقت كورونا وانا صاير ما احس برمضان، انتم مثل يا اخوان. اي والله شيء عجيب قسما بالله. هل هذه من علامات الساعه؟ ما في شك انه تقارب الزمن من علامات الساعه، بس والله يا جماعه اللي يصير برمضان عجيب عجيب عجيب. ركز معي، حتى ما صار عندك وقت، خلاص خلصت فطور صليت التراويح قضى اليوم كله 3-4 ساعات وانت تمسك مره ثانيه. صح ولا لا؟ ما عاد في وقت، ما ادري ايش السالفه. هل علشان الليل، الليل يمشي الوقت ما ندري عنه، ولا ايش الطريقه؟ الله يغفر لنا، تراك ضيق الصدر بهالسواليف. الله يغفر لنا والله. الله يجعلنا نقول امين. اللهم امين. من المغفور لهم في رمضان العتقاء من النار المقبولين اللي قبل الله سبحانه وتعالى صيامنا وقيامنا واللي ادركوا ليله القدر. يعني فرص رمضان 30 فرصه. الله يكتب اللي فيه خير يا حقيقي. بس والله سرعته انها عجيبه والله يا اخوان، اقسم بالله انها عجيبه. في مجلس رائد عندي بالقناه، السلسله هذه اكثر سلسله تنتشر، شو يسمونها؟ كليبات. كليبات منها تنتشر بالتيك توك. في كليبات كثيره تصير تصير خاصه لي انا واحمد، والله العظيم ما اكذب، يعني مو ب 10 ولا 20 ولا 40 يزونه كثير مره. تدري وش يا احمد؟ واه سيدرا وجودهم يجند وشر ردبوا. وش اذا انا حطيت عيني بعين احمد؟ انا والله بس الله الحب يعني. لا 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 وشتاق الحب. لا كذا فجاه انت خارج ولا شيء، فجاه قزيت احمد قلت نسر بير وسر وبور. لا اسمع، وانا احمد ما ادري ايش السالفه. رايد ابي اعرف، اكتب الكومنتات ليش محمد تسوون موسيقى وشيلات على نظرات احمد اللي شافني ولا شفت احمد. اسمع اسمع رايد اسمع. امس البارح شوف البارح انا فاتح تيك توك زين، جابوا مجلس رائد. مجلس رائد انا واحمد ورائد زين، يمكن نتكلم عن موضوع ايش اسمها دبي وما دبي. احمد كان تاكي كذا حلو، جاب الصورة لي وانا اقول بس انت يا احمد مدلع، اقول يقول احمد غير صحيح، يجيبون لقطة عليه ودقة مدري وش نظرات. والله والله النظرات تجلط، يعني المقطع انا قاعد اشوفه ينعاد ينعاد كل شوي ما في شيء كذا. انا واحمد يا عيال خلاص يلا 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 ترند جديد. هي يا عيال ترند، اسمع اسمع ترند جديد النظرة. يلا وجودهم يجند وشر ردبوا. ترى يا لا 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 يا بودي خلصنا. انا اقول يا جماعه بعد السالفه هذه لو نستمر ممكن نخسر المتابعين. كفرت المجلس، كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا نقول لكم وداعا بل الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج منكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.